انا هنا كده خلصت الدور الربع على واحد، لين ما يدور اهو. على كل غرزة، على كل خرزة بيضة من اللي تحت دي بنينا عليها غرزة رباعي على واحد. تمام، قفلت انا الدور ده كده، وهنبدأ المرحلة الجاية. هنعمل ايه بقى؟ الشنطة دي عاملة كده زي ما انتم شايفين، هي تعتبر مربعة مش كده؟ تمام. انا هبدأ دلوقتي افردها كده عشان تاخد الشكل بتاعها. معذرة يا جماعة. طيب هنعملها ازاي؟ ركزوا معايا بقى. دي القاعدة، الجزء اللي هي 10 خرزات. تمام، هنا دي ال 12. انا هفرد من عند ال 12، يعني ال 12 دي هتبقى هي وش الشنطة معايا. ال 12 هنا هتبقى هي وش الشنطة عشان تبقى عريضة. لو انا جيت من عند ال10 هتلاقيها عامله ازاي، يعني مش مرتاحه. لا، احنا هنفرد كده من عند ال12. تمام. طب الجزء ده انا هحدده ازاي؟ هجيب بقى جنب ال10 ده هنا، هنعد 1 2 3 4 5. 5 دي هنطلع الخرز اللي زيها فوق فين، هي دي. تمام يا جماعه، نتنيها كده عشان ما تتوهش مني. انا عديت من الجنب ده، هقلب الشنطه كده. انا عديت من هنا، هعد من اللي قصاده. اوعي تعدي من هنا، هتلاقي الشنطه معوجه. تمام يا جماعه، انا عديت من هنا، هنعد زيه 1 2 3 4 5. طب الخمسه هنطلع خرز اللي فوقيها 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 اللي فوقيها اللي فوقيها اللي فوقيها لغاية هنا. تمام، نحط الدبوس اهو عشان ما نتلخبطش كده. حددنا احنا المكان بتاعنا. تعالوا بقى نفرد كده. انا كده في غلطه عندي، هي الخرزه، انا برضه حطيت في مكان غلط. هي الخرزه دي. تمام يا جماعه، ايه الهدف من اللي انا بعمله؟ ان عدد الخرز اللي في الجنب ده المفروض يساوي عدد الخرز اللي في الجنب ده. تمام، كل خرزه تكون قصاد واحده زيها اهي. كل خرزة هتكون قصاد خرزة زيها، يعني هنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. يبقى هنا 21 خرزة وهنا 21 خرزة. انا كده ماشية تمام خلاص. انا هنا بس وانا بحدد الخرزة برضو غلط، فانتوا تركزوا وانتوا بتحددوا مكان الخرز. ايه الخطوة الجاية دلوقتي؟ بص يا جماعة، هو الستايل بتاع الشنطة ده الأصل إن ملوش قفلة، يعني ملوش كبسول، لكن احنا ناس بنحب نأمن حاجتنا، يعني نقفل حاجتنا كده ونبقى ماشيين مطمئنين. فأول حاجة أنا هعملها قبل ما أبدأ أشتغل على الإيد، إن أنا هركب القفل بتاعي. تمام، نعمل إيه؟ فاكرين احنا كنا بنعمل إيه؟ بنعمل كده وبنعمل كده. تمام، ونجيب الخيط بتاعنا انا عندي هنا 21 خرزة. هنعد 10 2 4 6 8 10. ادي الخرزة اللي في النص، المفروض هنا 2 4 6 8 10 كده. دي الخرزة اللي في النص، انا هركب القفل في المربع ده اللي هو رقم 11. هنا 10، دول كلهم كده 21. هنا 10 وهنا 10، يبقى دي 20، وال 21 اللي في النص اللي انا هركب فيها. اي قفل من الاثنين مش فارقه، يعني هي مش هتفرق كتير. انا كل اللي هعمله هعدد خط كده. لو تفتكروا احنا كنا بنعمل ايه، اهو 2 4 6 8 10 11، وادي مكان القفل. حاول بس نعدل مكاننا.
لي لينك الخطوات، يا رب تكون واضحه بالنسبه لكم. انا هركب جنب والجنب التاني عليكم. ادي الخرزه دي، هدخل الخيط هنا بالعكس، تمام، وادخل الخيط هنا بالعكس، نسحب، تمام، ربطنا اول. انا هعدي الخيط من الخرزة هنا، والخيط التاني من الخرزة هنا، تمام، ماشيين احنا كويس. الخيط ده هعديه هنا في الخرزة دي، هقول لكم انا هعمل ايه كده، والتاني هعديه في نفس الخرزة بحيث يروح الاتجاه التاني كده. بسم الله، اهي تمام كده. طبعا طرف الخيط ده يطلع لبره هنا الناحية دي، ركزوا معايا بقى كده. الخيط ده بص اللي احنا ربطنا جنب من القفل، انا هعدي الخيط ده في الجنب التاني اهو، شايفين اهو. طب انا بعمل ايه؟ انا كل اللي عملته ان انا عشان بس اوفر وقت بربط الخيط بفتلة، بثبت القفل بفتلة واحدة امررها بحيث تمسك الجنبين. الخيط التاني في نفس الجنب بس بالعكس اهو، هنعمل ايه بقى؟ هنرجع تاني خيط ده نعديه في نفس الخرزة اللي كان عدى منها، عشان كده احنا بنحاول ان احنا نختار خيط رفيع. طيب نجيب أداة مساعدة، هي ماشية بس انا كده مررت الخيط في الخرزة دي بالعكس والتاني بحيث الاتنين هيبقوا كده. طبعا هي الخرزة مش مكتومة ولا حاجة، بس عشان قدام التصوير انا مش مالكة ان انا اعديها. عديت الخيط اهو، هعمل بقى هبدأ امرر الخيط بين الخرز عشان اربط واثبت، تمام. عدينا الخيط كده وعدينا الخيط كده، هنعدي الخيط هنا بسم الله، تمام، هنربط يا جماعة على كده. طبعا انتوا عرفتوا ازاي نثبت بقى الحاجة بتاعتنا، امرر الخيط واربط عقده ومرر كذا مره بحيث ان انا ايه يبقى خلاص تمام مطمئنه ومفيش اي مشكله. بس انا طالما انتوا احنا فاهمين وخلاص الموضوع ده عملناه كذا مره، خلاص انا بثبت ده معاكم، والجزء النص التاني منه هسيب لكم انتوا ان انتوا تثبتوه عندكم، وانا هثبته بعد كده بحيث ان تبقى القفل جاهز. خلاص انا ربطت، خفيت العقده ونبدأ نقص زيادة، تمام كده يا جماعة. أنا عندي طرفين الشنطة، أنا هعمل كده ماشي. دي الخرزة اللي أنا ركبت عندها، أنا هركب برضو هنا عشان ما تهش عن المكان التاني للقفل كده. خلاص انا هركب الجزء التاني من القفل وارجع لكم عشان ما نطولش عليكم.
كده انا ركبت الجزء التاني من القفل زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث ادي الخرزة اللي فيها دبوس وادي الخرزة اللي فيها دبوس، وكده الشنطة متطابقة، كل خرزة ليها اللي قصادها. تمام، نبدأ دلوقتي في المرحلة التانية. المرحلة التانية بقى نبدأ نحدد مكان ايد الشنطة. تمام، طب نركز مع بعضنا. انا عندي عدد الخرز ده 21، نعد 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. انا عايزه اتساع ايد الشنطه تبقى اكبر شويه، عايزه اوسع ايد الشنطه اكبر شويه، فبدل هنا السبعه هتبقى تسعه. تمام، يعني هناخد هنا 9، يبقى من 21 هيبقى في 12، يبقى 6، 2 4 6. هنبدأ من أول هنا. تمام، هنبدأ من أول هنا، يعني تمشي كده، وبعد كده 2 4 6، 2 4 6. أنا هبدأ من هنا، معلش عشان أنا بس بستخدم إيه الشمال، فما ألف كده أسهل إن أنا ألف كده. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا هوسع ايد الشنطه، بدل ما هي 7، بدل ما هتكون 7 خرزات في النص هتبقى 9. تمام، 9 من اصل 21 12، خدت 6 من هنا ويبقى 6 من هنا. انا هنا هاخد 6، الخرزه اللي في النص دي مش محسوبه، ومن هنا 6. طيب يلا نبتدي عشان يبقى اوضح. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هبني غرزه رباعيه لكل خرزه من الجزء اللي احنا حددناه. انا هخلي اتجاه الخرز الخيط لفوق عشان الشغل الجاي هيبقى لفوق. تمام، فانا هعمل ايه؟ هحط الخرز كله في الخيط اللي في الطرف الايد اللي هو في الجنب ده، اللي هو في الجنب ده يا جماعه، اهو هنا ده، هحط الخرزتين فيه كده، 1 2، وقف كده. تمام كده، انا عملت ايه؟ ادي اول جنب، بنيت هنا 6 و6 والغرزة اللي في الركن الكورنر ده او ركنة الشنطة. تمام، اللي عملناه هنا هنعمله هنا. هنعمل ايه؟ ادي الجنب التاني اهو، هنبدأ بقى نشتغل من هنا. ادي الخرزة اللي في النص اهي، هشتغل من هنا 1 2 3 4 5 6. هبدأ من هنا أخلص الست دول وأبني على دي، أبني على الست دول وربع على 1
وابني عليه الرباعي على واحد، ومن بعدها عدت كمان 6، 1 2 3 4 5 6، تمام. يبقى 6 من هنا و6 من هنا، والخرزة اللي في الزاوية دول هيتبني عليهم برضو رباعي على واحد زي دي. خلاص انا هعملها زي ما عملنا دي مع بعض وارجع لك. احنا كده عملنا، حددنا بالظبط مكان الشنطة، بصوا كده مكان ايد الشنطة، شايفين المربع ده كده، احنا حددنا مكانه، ادي القفل في النص، وادي كده مكان ايد الشنطة. ايه اللي جاي بقى؟ انا عايزة اطلع من هنا 4 غرز رباعية، بصوا كده معايا يا جماعة الشنطة، ادي القفل اهي فرنيت الشنطة هنا، 1 2 3 4، انا عاملاها بالشكل فيه ميل كده، حبينا ان احنا ايه ندي فيها روح وحركة شوية، يعني اللي عايز يعملها مستطيل على طول كده تمام، يبقى يعمل من هنا مثلا 4 من هنا 4، او عايزها تبقى صغيرة يبقى 3 و3، تمام. انا يعني عملتها من الشكل ده من باب ان يبقى فيه ايه حركة جديدة في الشنطة، او حاجة يبقى شكلها ملفت وشكلها ظريف، هي مش وحشة يعني في الشنطة. فاحنا هنعمل بتاعتنا زي نفس النموذج، انا هطلع هنا 4 غرز رباعية، نطلع مع بعض كده، نحط واحدة في الطرف ده، واحدة في الطرف هنا، بنقفل وخرز. ادي 1، تمام. غرز رباعي هنمشي كام غرزة كده بعدد الغرز اللي هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لغاية ما نوصل لهنا، احنا هنبني هنا 9 خلاص. وبعد كده لما نوصل هنا نشوف هنعمل ايه. رقم 9 اللي هي لغاية هنا، لغاية الخرزة دي اللي هي تحت دي، انا هزود خرزة عشان اوصل لهنا. شوف انا بانية فوق هنا، وانا هبني هنا كمان مش بانية من تحت. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاجي هنا هزود كمان غرزة رباعية كده، نخلي الشنطة كده اتجاهها افضل، خرزة في الطرف ده، طيب خرزة طرف الخيط التاني، ونقفل واحد. ادي اول غرزة رباعية كده اهي، اللي هنبدأ
نبني الجزء التاني منه عشان نقفل ايد الشنطة. طيب عشان الشنطة تبقى مايلة معايا، معلش يا جماعة، هي الخيط المفروض يبقى لتحت مش في الاتجاه ده خالص. انا هعمل كده اسحب الخيط عشان بس هو المفروض يبقى لتحت عشان احنا بنشتغل لتحت. ده انا اقفل ايد الشنطة اهي كده صح اهي تمام. اللي هعمله بقى دلوقتي ان انا هبني تلات غرز. تمام، هبني تلاتة يعني انا معايا واحدة اهي، تلاتة بما فيهم دي، معايا واحدة احط عليهم اتنين. الهدف انا عايزة ايد الشنطة تبقى فيها ميلة. تعال ما نشوف كده مع بعض. احط غرزة دي واحد الغرزة دي كده اهي، انا معايا اتنين. بصوا هنا كده يا جماعة، الطرف ده خرزة اتنين تلاتة اربعة. تمام، هنا عشان تبقى فيها ميل هتبقى تلاتة، معايا اتنين هيبقى التالتة اللي هربط بيها هنا. تعالى كده نحط خرزة، نعد الخيط من هنا اهو ونقفل كده. ادتني شكل الايد وهي فيها الميل. تمام، طيب ايه اللي جاي معانا دلوقتي؟ اللي جاي دلوقتي طيب انا عملنا جنب الاول عشان قبل ما ابدا في الجزء اللي انا بشتغل فيه. انا عملت جنب اهو، هعمل الجنب التاني زيه نفس الفكره خلاص. بس انا هاجي دلوقتي اقفل معاكم جزء الايد ده، وبعدين انا هعمل مع نفسي الجزء التاني وبرجع لكم. فتعالوا احنا عايزين نقفل الجزء ده، خلوا بالكم معايا. ادي الجزء اهو، انا قدامي دلوقتي في سطر خارجي وفي داخلي، مش كده؟ خارجي وداخلي. ايه المطلوب مني؟ مطلوب هنبدأ بالداخلي عشان يبقى اسهل. الجزء المتوازي اللي هو الشكل الشبه منحرف ده كده، اللي هو الجزء ده كده، مطلوب على كل خرزة هبني غرزة رباعي على واحد لغاية ما نقفل الجزء ده كله. واضح يا جماعة الكلام؟ طب نبدأ ازاي مع بعض؟ تعالوا نشوف كده.
يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الجزء الداخلي اهو، الجزء ده الداخلي. طب اللي جاي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الجزء الخارجي من هنا. تمام يا جماعة؟ هيبقى ماشي ازاي؟ هياخد السطر ده اللي فوق العسلي ده هنا، وبعدين يطلع كده ويمشي كده، يمشي كده لغاية ما يرجع لمكان ما ابتدى. ده الجزء الخارجي، رباعي على واحد داير ميدو. انا هبدأه معاكم وبعد كده هكمله وارجع لكم. تمام؟ هبدأه منين؟ هبدأه من هنا عشان ما نتلخبطش. انا هبدأه معاكم من هنا. نجيب بس الخيط بتاعنا. بص كده الايد، انا ابتديت هنا مشيت كده ربع على واحد ربع على واحد، انا بتكلم على الجزء الخارجي ربع على واحد لغاية ما وصلت للنهاية. عديت الخيط من الخرزة هنا وخدت اول خرزة معايا تلاتة، احط عليهم خرزة واحدة بس كده ونقفل. تمام كده يا جماعة.